شو هذا كله محلول من وسط الفشفش. شفت قرميشة ما عرفتش اللي كتسمعت لهنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم سيمو. اقتراح اليوم ان شاء الله غادي يكون قيقسات او قريشلات مالحين لذات، اقتصاديين بلا زبدة ومكونات ديالهم بساط، ومنقولش لكم على المذاق والشكل ديالهم. وبالنسبة للون ديالهم راه طبيعي، ما دايرين فيهم لا ملونات لا والو. وغادي نصوب معكم سلطة كترافق مع المشاوي، كتكون لذيذة زوينة غير بالفلفلة وكتكون شوية. وغادي نصوب معكم بطبوط، حتى هو طريقة زوينة كترافق مع المشاوي وناجح 100%. أول حاجة غادي نبدأ بها هي القريشلات. كنستعمل 3 البيضات، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز وياغورت طبيعي راه معروف يكون مسوس، وكاس إلا ربع ديال الزيت، وثلاثة الفرماجات، ومعلقة كبيرة ديال المطارد اختيارية، ما بغيتوش ديروها ديرو في بلاصتها معلقة ديال الزبدة، شوية ديال الملحة وصافي. هادشي اللي غادي ندير هنايا، سهل اسهل ما يكون. وغادي ندير شويه ديال البزار، اللي كانت عندكم ثوم بودره يمكن لكم ديروها تايا، على ما متوفرش عندي ما درتهاش، ولكن المذاق ديالهم كيجي رائع. كنخلطو مزيان وندوبو هذاك الفرماج وندوبو هذاك ياغورت، ونزيد جوج كيسان يكون الماء دافي شويه، او بغيتو ديروا غير من الصنبور يمكن لكم عادي. انا غير كنعجنت البطبوط، حيت عجنت البطبوط هو الاول غير ما وريتوش، بغيت نوريكم القريشلات عاد نصوب معكم البطبوط. درت هنايا كيلو ديال الدقيق، كنديروا دفعات، ومعلقه صغيره ديال الخميره للحلويات، معلقه صغيره ما ديروش كامله، غير معلقه صغيره. وكنجمع هاد العجينه بحال عجينه الخبز، راه عاديه هي كتكون تلصق شويه، حيت غادي نزيدوا فيها مكونات اخرين مازال اللي متوفرين في الدار، غير قزبر ومعدنوس والبصله، شي حاجه اقتصاديه ولذيذه، والاهم انها لذيذه وما درناش فيها الزبده. اغلبيه الناس كيديروا فيها الزبده، انا عطيتكم ياغورت طبيعي كيدير غير 2.5 دراهم، يعني بديل الزبده. جمعتها خذات لي كيلو ديال الدقيق، كنقسم على 3. هنا كنشد معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال الهريسه، وكنزيد مازال الدقيق، يعني راه غتهز لكم اكثر من كيلو ديال الدقيق. يعني ديروا في الاول كيلو ديال الدقيق وخلوا شويه، هي اللي غادي نجمعوا بها. يعني درنا الهريسه خاصها ضروري نزيدوها شويه الدقيق. هنا شديت بصله صغيره وحكيتها في الحكاكه الرقيقه، وقزبر ومعدنوس تقريبا 2 معالق، ودرت ثوم البصله، عارفين فيها الماء، يعني ضروري اننا غنزيدوا الدقيق الابيض. صافي كنجمعها بحال هكا، راه عاديه هي كتكون تلصق شويه، غادي تعذبكم في الخدمه، ماشي تعذبكم بزاف، غير شويه وصافي. هنا العجينه الثالثه درت فيها معلقه كبيره ديال الكركم ومعلقه كبيره ديال الزعتر، جمعتهم وخليتهم، ما تخليهم لي يخمروا ولا والو، شكلهم مباشره. كنشدهم نديرهم على قريسات بحال هكا، وكنشكلهم حربل بحال الفقاس. هما الفقاس حنا كنديرو كبير، حنا درنا الفقاس صغير، وكيجوا واعرين. دابا في العيد كيجوا عندنا الحباب والاصدقاء وداكشي، نحطوا لهم هاد المملحات. هاد المملحات ما كيشبعوش، بالعكس الحاجه اللي كتكون مالحه كدير الجوع، اما الحاجه الحلوه راه كتشبع. هادشي علاش الوليدات ديالنا ما نعطيهمش الحاجه الحلوه حتى ياكلوا، عاد نعطيهم الحاجه الحلوه. كتاكل حاجه حلوه كتصافي كتقهم وكتشبع، اما كتاكل شي حاجه مالحه كيضرك الجوع، يعني كتبغي تاكل مازال. صافي كنشكلو بحال هكا. بغيتو ديروا الزيتون ديروا واحده اخرى، يعني تقسموا العجينه على 4 وديروا حتى ديال الزيتون، شدوا الزيتون وتقطعوه مزيان الكحل، الزيتون الكحل تقطعوه مزيان وديروه. هنا شديتهم درتهم في هذيك اللاطه، وغندخل الفران يكون سخون مسبقا، سخنوا مسبقا، تشعلوا عليهم غير من التحت، يطيبوا ماشي يطيبوا بحال كيوليو غير هما راه باقي رطبين، حيت غنعاودو نقطعوهم وندخلوهم الفران، يكونوا غير رطبين. نخلوهم تقريبا في الفران 15 دقيقة حتى 10 دقائق، صافي ونخرجوهم غير من التحت، ولكن قبل ما ندخلوهم يكون شاعل من الفوق ومن التحت، غير ندخلوهم شاعلوا عليهم من التحت. هنا كنقطعهم بعد ما بردوا شوية، يكونوا دافين ونقطعوهم ماشي مشكل. هنا كنقطعهم ونعاود نديرهم في اللاطة مازال، وندخلهم الفران، شاعل عليهم من الفوق ومن التحت، ومرة مرة نبقى نقلبهم باليدي، ضروري باش يتحمروا من كاع الجوانب ديالهم. انا غنوريكم دابا الفران كيفاش كتمشعلو، العافيه مجهده، كنبقاو نقلبوا فيهم بحال هكا بشويه بشويه حتى كيطيبوا ويتحمروا، كيولي الشكل ديالهم بحال هكا. هادو راه كيتخباو وكنصبروا مده طويله، ديرهم غير في شي بلاصه اللي ما فيهاش يعني ما تكونش الرطوبه، وكيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم وهذوك اللذه ديالهم. ولنا الاختيار اي مذاق بغينا نديرو فيهم، يمكن لينا بحال الثومه اللي بغيتو، يعني اي حاجه مالحه كتواتى معهم يمكن لكم، ماشي غير بالضبط ديروا غير هادشي اللي درت انا. غنخليكم مع الفيديو ورجعنا.
ها هما القريشات مالحين غنعمر معاهم ريرات ديالها حتى دابا باش نشوف كيفاش كيجيو. رائعين ولذات بزاف واقتصاديه ما فيهم لا زبده لا والو وش حاجه زوينه. صافي هنا حطيتهم في هاد الطبيسيل وعمرنا بريد ديالاته وغادي نرجع معاكم نوريكم الاتاي اللي عمرت يعني درنا بهم حنايا كسكروط وهاديك البطبوط درنا كسكروط ولكن ما كليناهمش كاملين راه خبيت منهم. هنا كندوز نصوب البطبوط اللي ساهل وصحي درنا فيه حنا الدقيق الكامل. ضروري نغربلو هذاك اللي خليتوه في القمح كيوحل ليكم. كندير نص كيلو ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال القمح الزرع مطحون ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز الخميره الفوريه ومعلقه ديال السكر اختياريه بغيتوش ديروها ما ديروهاش وكنجمعوا بالمدافي راه عادي. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف. واللي ما عندوش القمح يمكن يدير الدقيق فينو راه انتم عارفينو هذاك السميد الناعم بحال السميده وهي كتكون رقيقه. وبالنسبه للخبز راه المعتمد عندنا في الدار من بكري والوالده كتصوبو كدير فيه جنجلان وكل عيد ضروري ان يكون عندنا البطوط هو اللي كناكلوه مع الشوه. غندلكها مزيان دابا ونخليها تخمر تقريبا خاصكم تخلو هذا البطوط تخلوه يخمر مزيان في الاول صافي. المره الثانيه ما كنخلوش يخمر فكنقرصو من قادو ما كنخلوش يخمر انا غنعاود ندير لكم شويه مازال ونخليه يخمر. هادشي علاش كنقول لكم خلوه يخمر مزيان في الاول ويضاعف الحجم ديالو وغادي نساعد بالدقيق الكامل القمح. انا خليته 35 دقيقه خمر صافي. كنشكلوا على شكيلات قريسات بغيتو ديروا بطوط كبير يمكن لكم. كل اللي كيقول لي البطوط كل اللي كيقول لي المخامر له بزاف ديال السميات. حنايا من بكري كنقولوا ليه البطوط معروف دكاله كيقولوا البطوط والخبز تشيلي يعني كل واحد والتقاليد ديالو وكل واحد واللهجه ذات الهضره ديالته. كنشكلهم بحال هكاك وكنخليهم يرتاحوا غير جوج دقائق هما مكورين غير جوج دقائق باش فين نجي نقرصهم ما يعوجوش ليا من الجناب يعني فين نقرصهم دغيا يتقرصوا ويجي البطبط كله مقاد. ضروري بانني كنساعد بالدقيق الكامل ما بغاش ندير الماء ولا شي حاجه درت غير الدقيق كامل باش ما يتلصقش هاد العجينه في يدي. صافي هنا خليتهم يرتاحوا جوج دقائق وكنصوفيهم ونخليهم لا يخمروا لا والو. غادي الوقت قرصتهم غنبدا بالاول اللي قرصها مدال البطبوطات الاولين اللي قرصتهم هما اللي نطيبهم في مقله تكون ثقيله في الطياب يعني ونجهدوا في البوطه. ضروري ان البوطه العافيه تكون مجهده باش البطبوط ديالنا ما يجيش يابس وما يجيش مطقص. انتم كتشوفوا بعينيكم انا غنوريكم البوطه خاصها تكون مجهده باش غير البطبوطه نديروها بدون نقلبوها نبقاو نقلبوا فيها حتى تنفخ بحال هكا كنخليهم صافي. دابا غنبدا نطيب فيه. بالنسبه للبطوط كيف ما تصوبوه ما تخلوش يخمر هو ما كيخمرش غير يخمر المره الاولى مزيان وصافي وتبقاو تقلبوا فيه يعني بالكم غير الطبعات غير نفخه صغيره قلبوه تبقاو تقلبوا فيه حتى تنفخ. راه شوف بعينكم كيفاش كله بلاتها شوف ها هو كله محلول من الوسط مفشفش ها هو كله كيجي زوين هو ديال الزرع شي حاجه صحيه. غير كنديرو في المقله كنبقى نقلبو ضروري ها هو كيتنفخ كتشوفوا بعينيكم ناجح 100%. طيب كنبقاو نقلبوا فيه بحال هكا حتى يطيبوا كامل. هادو نغطوهم لا والو نخليهم بحال هكا باش ما يخمروش. اللي يخمر لكم البطبوط ديالكم راه مابقاش زوين ما يبغيش يتنفخ لكم. صافي كنكمل الكميه كامله وكنحطهم بغيتو ديروهم في طيبوهم وخليهم حتى يبردوا وديروهم في ميكات ودخلوهم للفريغو. هنا دست صوبت السلطه مشويه كنشد فلفله مشويه في الفران ومطيشه والبصله والثومه كلشي مشوي. كنقشر هذوك الشيء كامل وكنزيد عليهم معلقه صغيره ديال الهريسه معلقه صغيره ديال الملحه ونص معلقه ديال البزار والزيت زيتون او الزيت العاديه. صافي وكنحركهم بحال هكا ونقدمهم في طبق التقديم. كيجي زوينه السلطه المشويه كتجي زوينه كترافق مع المشاوي والمذاق ديالها رائع. دابا فلفله موجوده نحاولوا اننا نديروا بحال هكا كتجي زوينه رائعه. عمرنا بريريت ديالاتي ما عمرتوش كامل حيت ما كاينينش خوتي كامل كاين انا والوالده واسماعيل. صافي حطيت هذيك البطيبيطات جاوا رائعين شوفوا من الداخل كيفاش جاوا ما شهيتكم فيهم. نتمنى انكم تجربوهم كيجوا زوينين بزاف وشي حاجه ديال الدار فيها الزرع يجوا مع مريقه يتكالوا مع الشوا شي حاجه زوينه. بغيتكم تجربوهم وتكتبوا لي كيفاش جاتكم. هنا كنحط الصينيه ديالتنا حطيت بريريت ديالاتي درنا كسكروط انا الوالده واسماعيل شي حاجه لذيذه زوينه ديال الدار. ما نقولش لكم الاجواء ديال الدار كتكون زوينه. ومرحبا بكم والف مرحبا.
ايوا مرحبا بكم احبابي والف مرحبا. نتمنى هاد القريش لات المالحين يعجبوكم، راه كيجو رائعين دابا في العيد الكبير. كنبغوا نديروا بحال هادشي، يعني نوعوا شويه والوليدات كيعجبهم بحال هادشي، وبغيتو ديروا زيتون الكحل يمكن ليكم. اما البطبوط راه الشو بعينيكم كله بحال هكا، يعني ديال الشوا شي مخيمرات زوينين لذاد. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ونتمنى هاد الاقتراحات ديال اليوم يعجبوكم. ديروا بالكم راكم عزاز بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم والتشجيعات ديالكم. بغيت ربي يسهل عليكم ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. عيدكم مبارك سعيد، خويا لكم الصحه والراحه وطول العمر. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ كيش اخباركم؟ اليوم اصبح متصاوبين قريشلات مالحين وغنطوقوا معكم ان شاء الله ونردوا عليكم. وكبل شي كازيرات اي مرحبا قريشلات رداوين لا ريوسو ولا كنت تذوقهم وقول لك ستان كده. اسمع لك على الكوبيته. يا بسم الله بسم الله، ناخذ واحده من هذيك بالهريسه. الهريسه هذه حاره، هذه شفت قرميشه ما عرفتش كتسمع حتى لهنا. هادو راه ديروهم وتخبوهم، راه ما كيخسروا لا والو. زوينين وحارين صحة وراحة. هادوك ديال البصلة، بالبصلة بصلة وقزبر ومعدنوس، شي حاجة واعرة بزاف والله. إوا بارك ليهم العيد، قول لهم عيدكم مبروك عيدكم، وإن شاء الله غتسناو شي فيديو إن شاء الله. غادي نمشيو للرحبة ديال البيت، نقلبوا معكم الحوالة ونشوفوا الأشمينة ديالهم، وغاتعيشوا معنا شي فلوق يكون زوين إن شاء الله، نوستيمو إن شاء الله. إوا نخليكم ها هذيك ديال الخرقوم والزعتر، خرقوم والزعتر الله يلاه جاو زوينين. ايوا فرحوا صوبوهم وفرحوا الوليدات ديالكم. اما البطبوط راه بلا نهضروا عليه، راه شتو بعينكم كيدير كيجي. ايوا نخليكم دابا وتهلاو في راسكم وتهلاو في راسكم، وبسلام عليكم، وما تنساوش تجربوا هاد القريشات اللي كيجوا زوينين، وفرحوا بهم الوليدات. بسلام عليكم. السلام عليكم متتبعي العزاز.